تقول الو عشان معانا تليفون مهم جدا. الو الو، طيب التليفون معانا ولا؟ معانا. طيب مين ده؟ عرفت الصوت؟ الو الو مين؟ ايه مش عارف الصوت ازاي؟ ايوه ولا الو؟ صحيح صح. شوقي يا ابني صوتي متغير عشان كان عندي ماتش. مش محمد، اخبارك ايه؟ مبروك النهارده. مبروك النهارده، مبروك. اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك يا ابو حبيبي. زي الفل يا كابتن شوقي. لسه كنا بنتكلم عليك وعلى وقوفك مع الكابتن حسام عاشور في اول يوم ليه في الدرجه الاولى، اتكلم عليك بشكل ايجابي وانك واحد من اللعيبه اللي كنت واقف جنبه سواء في غرف خلع الملابس او جوه الملعب، وانت كمان واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي اللي كان ليهم دور كبير جدا في حته نص الملعب. واكيد معانا بقى امتداد لنجوم نص الملعب في النادي الاهلي كابتن حسام عاشور، فعايزك تقول له كلمه كده هو موجود معانا. يعني مبدئيا اكيد يعني انا شفت منه حاجات كتير كويسه عشان اقف معاه. صح. فهو لما كان عنده ما كانش عنده البصيره او كان عنده الامكانيات والتفكير ان هو عايز يبقى لعيب زي ما هو موجود دلوقتي، اكثر لعيب واخد بطولات وكابتن النادي الاهلي اكثر من 10 سنه، يعني تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي. لو هو ما كانش عنده الاستعداد ده ما كنتش اقف معاه. انا بالنسبه لشخصيتي انا، هو عاشور عارف انا بحب اللعيبه الرجاله واللعيبه الملتزمه واللعيبه اللي هي عايز تبقى حاجه، وهو عاشور كان بالنسبه لي. فهو ده اللي خلاني برضه اللي خلاني يعني ما اعرفش هو قال ايه، ولكن انا من زمان عاشور لعيب امكانياته طبعا الفنيه مش هنتكلم عليها، ولكن هو حتى تفكيره انا دخلت وانت بتتكلم على موضوع السوشيال ميديا والكلام ده، فهو ده يبين لك قد ايه هو كان تفكيره من زمان هو مركز في حتته. يعني يا كابتن حسام، كابتن حسام عاشور اكيد يعني محافظ على مكانته بسم الله ما شاء الله حتى مع اختلاف الاجيال واختلاف المدربين، وانت بسم الله ما شاء الله يعني نجم في نص الملعب، ودلوقتي انت مدرب كبير ان شاء الله وعندك مسيره مع المنتخب الاولمبي وتصفيات وراجل في الحته الفنيه بقى عندك باع طويل جدا. يعني تفتكر وجود الكابتن حسام عاشور في الحته دي باختلاف المدربين والاجيال لسبب ايه ممكن يكون من وجهه نظرك؟ يعني انا ما قلت لك مش عايز اتكلم في حته فنيه كبيره، لكن هو يعني مبدئيا انه الحته الفنيه بتحكم على اي مدرب ان هو يحط حسام عاشور. عاشور عنده الامكانيات اللي هي تقدر تخلي اي مدرب يجي النادي الاهلي يتلعب. ملتزم جدا 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 جدا، حافظ المكان ده، هو يعني وكتر لعبه ووجوده والسجيل برضه كبير جدا ممكن يخليه هو اوتاح له الفرصه الكبيره جدا ان هي تخليه دلوقتي بيعمل مكان هو مغفل يعني. فهو اي مدرب هيجي بالنسبه له عاشور مهم جدا في الملعب، خططيا مهم جدا بالنسبه له، بيقدر يحافظ على التوازن في الفرقه، بيقدر يطلع له ويخرج له الكوره من ورا بطريقه سهله جدا وما فيهاش صعوبه، ده مهم جدا لاي مدرب. كابتن حسام، يعني كابتن شوقي، يعني بما ان احنا اتكلمنا عليه في البدايه وقلنا واحد من اللعيبه اللي وقف جنبك في البدايه جوه وبره الملعب، اكيد وجوده معانا حابب تقول له كلمه بعد ايضا الكلام الجميل اللي كل نجومنا بيقولوه هم موجودين معانا هنا. لا طبعا كابتن محمد شوقي، انت عارف انا يعني بحبك وبحترمك جدا، ومن احسن الديفندرات اللي انا شفتها في حياتي بتتحرك، كنت بيسهل لي الدنيا يعني. كابتن محمد شوقي من احسن اللعيبه الديفندرات اللي لعبت جنبهم بصراحه. يعني سهل كده ومش معقد زي ما بيقول لك ديفندر مش معقد. لا الدنيا سهله وفهمني على طول، كان لما بلعب جنبه على طول كان يقول لك مثلا ايه، انا اروح مثلا ناحيه اليمين انت وراي مثلا بكيرف، هو اللي علمني الحته دي. اروح مثلا الحته لو انت رحت الحته الشمال انت تيجي مثلا بكيرف كده. فده اللي علمني يعني ايه ابقى ديفندر ويعني ايه ابقى مركز في الحته دي. فطبعا كابتن محمد شوقي من اللعيبه المحترمه ومن الشخصيات اللي انا بحبها جدا طبعا. يا كابتن شوقي، وجود الكابتن حسام عاشور كده وهو يعني كلامه قليل كان بيريحك وكان بيخليك مبسوط جوه الملعب ان في واحد وراك بيعرف يعمل كفرنج وكمان يعني ما عندوش مشاكل وبيسمع الكلام وحابب ان هو يتعلم؟ طبعا يعني انت زي بتقول هو مريح جدا في اللعب، بس انا كنت طبعا طول عمري بطلب منه ان هو يتكلم مع اي حد، الكوره ما فيهاش كده يعني، جوه الملعب لا تقع فيها احترام عشان ما فيهاش كتير بالتعليمات. صح. يعني في التعليمات وفي الرؤيه عشان هو بيلعب في نص الملعب كنت بطلب منه كده، وهو كان هو مستجيب جدا جدا عاشور للكويس.
كتير جدا لاي حد يقول له حاجه ويقدر يعملها. فانا طبعا بالنسبه لي عاشور او اي يعني عاشور لما بيلعب مع اي حد بيريحه جدا جدا جدا. اه كلامه قليل وكل حاجه، ولكن هو بيعوض ان هو ما بيتكلمش كتير بتحركاته. كمان هو بقى عنده حتى هو صغير تحس انه عنده خبره ان هو المكان ده بعرف اتحرك فين واقف فين، فهو مريح جدا في اللعب. كنت بطلب منه كتير جدا ان هو يتكلم، ولكن انا بحب اللي يتكلم كتير، فهو كان بيعوض الحته دي بيتحرك كتير. فانا طبعا يعني لو هنقعد نتكلم على عاشور وقياداته الفنيه وتاريخه في النادي الاهلي هنتكلم كتير جدا. طب تيجي نروح بره الملعب يا كابتن شوقي كده وتقولي على الكواليس اللي كانت موجوده في المعسكرات، موقف بينك وبين الكابتن حسام عاشور بره الملعب. اكيد انا عارف ان في المعسكرات كان في شلل بقى، شلل للكابتن شوقي وشلل للكابتن حسام عاشور، فاكيد كان في بعض المواقف ممكن تكون تقولي عليها كده بره الملعب عشان ما نتكلمش في الكوره كتير. بص انا يعني انا بنسى كتير جدا، هو عاشور اكيد هيكون فاكر كتير، بس انا فاكر موقف واحد كان جوه الملعب ومش هينفع يتقال هو فاكره. عملتوا فيه اتخانقتوا فيه مع بعض ولا ايه؟ اكيد خناقه. يا ريت لا، هو مش معايا انا. اكيد خناقه. يعني هو ما كانش معايا انا، الموضوع كان مع يعني حد تاني، ولقيت حسام عاشور بيضحك. افتكرته خلاص؟ افتكر خلاص، ضحك. خلاص ضحك يا كابتن شوقي. الله حليم ستار خلاص. قال لك ان الله حليم ستار خلاص. لا بالتوفيق يا عاشور، وان شاء الله ربنا يخليك يا حبيبي. تلعب قد ما تلعب، ولكن انت اسم كبير وعملت تاريخ في النادي الاهلي. انا مش هقدر اقول لك اكتر من الناس اللي بتقوله لك، ووجودك في النادي الاهلي معليك ومعلي النادي الاهلي بتاريخك كبير، وان شاء الله يا رب تلعب اكتر من كده بكتير. انا شايف ان انت ممكن تأدي وجودك في الملعب او وجودك حتى بره الملعب، الموضوع مش مرتبط يعني مرتبط ان انت وجودك في النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، لانك اكيد ما تبخلش يا عاشور، وهقول لك تاني ما تبخلش على اللعيبه بخبراتك وبكلامك، لانك انت عديت على مراحل كتير جدا ولعبت وصولات كتير جدا، وانت عندك الامكانيات اللي تقدر توصل للناس دي كلها، وربنا يكرمك ان شاء الله. كابتن محمد شوقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الكلام وعلى المداخله دي، ودايما تكون بخير يا رب ان شاء الله، وبالتوفيق لحضرتك في مسيرتك ومع المنتخب الاولمبي خلال تصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله. كابتن محمد شوقي نجم مصر ونجم النادي الاهلي. يعني انا كابتن